وأنا أساعد أولاد الدواعش أساعد، وأنا كل شيء دمر بحياتي. الدولة الإسلامية في العراق والشام. يعني ما حد عرفها، كان بيها كثير قصيرة، واحتمال أمها وأبوها أجانب، احتمال تركمان، احتمال يزيدية، ما أعرف، لأن إحنا نشك إنه ما علاقية، يعني أنا شك أقول ما علاقية. إذا أحد مطالب يعني عليها، بس مو هسة، احتمال شهر شهرين ثلاثة طالبوا عليها اعتيادي، يعني إذا الأب والأم ميتين ما حد يطالب بيها. يعني كثير من اتصالات يجيني يقولون هذول الاطفال دواعش، لا تعرضيهم، لا يعفون، شو قتلوا اطفالنا، خليهم هيجي يضلون بالميتم، يضلون يتحسفون على رؤيه اطفالهم. لان اكو ناس بعدهم شايلين هذا الفكر، وكثير ترى، والفيس على الخاص، على الخاص يجيني يهدد، يعني يقولوا لي انت يعني ضد الهاي، انت الحكومه، انت ما اعرف شنو. يجي يوم، يعني يجي يومكم انتم. يلا بابا، يلا بابا، تعال، يلا تعال، عد ماما، عد ماما، عد